اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في فقره كواليس المونديال. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. من غير احمد ثابت النهارده. احمد ثابت كان بيعمل الناشئين. فاهم الناشئين؟ مكتشف الاشبال. مكتشف الاشبال النهارده احمد ثابت. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ كله بخير. تمام؟ الحمد لله. وجلبرتو اخباره ايه؟ كويس. يعني ايمن لوحده وجلبرتو لوحده. طيب كالعاده نبدا بتقرير او اخر اخبار المونديال او اخبار المونديال طوال اليوم من خلال هذا التقرير. طيب خلينا نبدا مباشره باستعراض اهم نتائج مباريات اليوم. والنتائج اللي انا هقولها دي حصلت. يعني في كره القدم لما تكون انت قاعد بتتفرج على منتخب السعوديه وهو بيلعب المنتخب الارجنتيني، النتيجه 2-1 للمنتخب السعودي. هذه النتيجه حدثت بالفعل. يعني ايضا على الجانب الاخر تونس بتتعادل سلبيا مع الدنمارك زي ما حضراتكم شايفين، والمكسيك وبولندا تعادل سلبي، ثم فوز كبير للمنتخب الفرنسي على المنتخب الاسترالي باربعه اهداف مقابل هدف واحد في ظل غيابات كثيره جدا في المنتخب الفرنسي. النهارده زي ما قلت لحضراتكم ثلاث العرب كله طرب. يعني النهارده احنا هنتكلم طبعا على كل المنتخبات وكل المباريات، ولكن دائما مباراه السعوديه والارجنتين وتونس والدنمارك هتكون هي الاساس في كل شيء. خلينا نبدا معاك يا كريم. نعم. مباراه السعوديه والارجنتين وهذا الفوز التاريخي والمفاجئ. بدايه المباراه يا كابتن اسلام كلنا اندهشنا واستعجبنا تماما ان يعني المنتخب السعودي بيلعب هاي لاين ديفنس وبيلعب بيه مصيده تسلل، وطبعا مع الهدف المبكر. وبصراحه ركله الجزاء ركله الجزاء صحيحه، كان واضح جدا طبعًا. جدا في شد وجذب داخل منطقه الجزاء والقرار صحيح. والمنتخب الارجنتيني ثلاث اهداف تم الغائهم بالفار بسبب التسلل، وكلنا استعجبنا طب ليه هيرفي رينار بيلعب بهاي لاين ديفنس وحاطط الرباعي الدفاعي تقريبا قريب جدا جدا من خط نص الملعب بصراحه، وبيحاول ان هو يقلل مساحه التمرير على المنتخب الارجنتيني في الوقت اللي هو عارف ان طبعا ليونيل ميسي كان ممكن يعمل العكس ان هو يرجع لورا ويقلل برده مساحات ال بس هو عملها في الاخر. هو عملها في الاخر كده يعني ماشي، بس هو بدا كان ممكن جدا واحده تعدي. صح، هو خد المخاطره اصلا الاوف سايد اللي هي بالكتف دي كان وارد انها تعدي. يعني انت عارف دي لو في حته ثانيه ما يعني صح، بس هو قرر انه ياخد المغامره والمخاطره ان انا هلعب بدفاع متقدم على المنتخب الارجنتيني واقلل له مساحه التمرير واحاول طبعا اامن نفسي في الكره الطوليه. لانه الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مهم جدا. هل ده يودينا ان هناك فارق او هو ده الفارق ما بين المنتخب ما بين المدير الفني المحترف او اللي اسمه كبير والمدير الفني اللي غير محترف واسمه طب او الخواف او الخواف صحيح. زي ما شفنا مثلا وجهه نظر الشخصيه وجهه نظر الشخصيه البحته زي ما شفنا في ماتش انجلترا وايران. يعني برضه المنتخب الايراني ونشوف السكواد والمنتخب الايراني مش منتخب قليل، والنهارده المنتخب ده دائم الظهور في المونديال صحيح. لكن الخوف والتوتر زاد على اللزوم وانك تسيب المباراه بالشكل ده، وان المنتخب طبعا المنتخب الانجليزي طبعا سكواد قوي جدا جدا جدا، ولكن المنتخب السعودي رغم التاخر بهدف في تقريبا اول ربع ساعه ثابت على اسلوب لعبه على نفس اللعب. يبقى احنا النهارده متفقين مدير فني احنا متفقين يا جماعه نهدى ومفيش بانك حتى لو اتاخرنا في النتيجه. والشوط الاول بالامانه وان سايد جيم ارجنتين وان سايد جيم، بس قدر المنتخب السعودي ان يخرج باقل الخسائر. نشوف بقى التحول في وجهه نظري في الربع ساعه الاستراحه، وازاي هيرفي رينار خد لعبته اول ما بدا الشوط الثاني اضغط على المنتخب الارجنتيني من عند مارتينيز وبداوا يغلطوا مدافع الارجنتين. وفعلا دفاع الارجنتين طول ما تسمع ان في اسم اوتاماندي في كارثه في كارثه. والله احنا انا بحب الارجنتين طول عمري عشان ميسي، يعني طول ما اسمه اوتاماندي حتى لما كان في قمه مستواه مع السيتي هو مش كلاس ايه اصلا يعني اوتاماندي اصلا مش كلاس ايه، مش فيرجن فان دايك. اوتاماندي وهو في قمته مع السيتي، فدايما واضح جدا ان الاجيال الاخيره للارجنتين ما طلعتش مدافعين كويس. طبعا كابتن سامح حضرتك عارف يعني البطولات المجمعه البطولات الكبيره المنتخب اللي ما عندوش خط وسط قوي انسى، وما عندوش دفاع قوي مهما يكون عندك من هجوم اسف ما تكسبش، هتخسر حارس مرمى بالظبط. بس مارتينيز كويس، يعني مارتينيز في الدوري الانجليزي حارس كويس طبعا. المنتخب السعودي في خضم خمس دقائق غلطتين من الدفاع ومولينا غلط جدا جدا في التغطيه العكسيه هوب اتعملت الار 2 كذا مرتين ورا بعض جونين. بعديها بقى بالظبط اللي انت قلته هيرفي رينار راح مغير
التكتيك قال لهم بس ستوب ستوب رص الاتوبيس ستوب ارجع بقى ما تقولش ايه ومين مش هيرص لا طبعا ده ممكن كان يرص الاتوبيس واحد واحد بس ضغط كابتن اسلام في اول ما الارجنتين تعدي نص الملعب هوب البريس بيتضغط عليك بشكل كل حد اول ما تعدي نص الملعب انت اعمل اللي انت عايزه في نص الملعب صحيح فاللياقه البدنيه كانت ممتازه جدا على المنتخب السعودي القوه والشراسه شفنا النهارده الشراسه يعني في ست لاعبين من المنتخب السعودي بحارس المرمى خدوا انذارات في الشوط بعد الهدف الثاني وده يؤكد ان كان في قوه وكان في ثبات ان هم حتى لا مش هنسمح الارجنتين مش بس تكسب لا مش هتعادلوا وكان واضح الرغبه والروح في اللعب اعتقد ده المنتخب السعودي استحق الثلاث نقاط عن جبر طيب احصائيات هذه المباراه الحقيقه برضو ارقام كثيره جدا لسالم الدوسري وصالح الشهري وليونيل ميسي برضو يعني ده الاحصاء كوميديه نعم احصاء كوميديه والله بجد يا ريت نجيب بس احصائيات المباراه نفسها عشان نحللها مع بعض كوميديه مش ممكن يعني احنا بنتكلم يعني المباراه اللي احنا هنقول لكم الاحصائيات بتاعتها دي خلصت 2-1 للسعوديه تعالوا بقى نستعرض الاحصائيات الاحصائيات بتاعت المباراه الفرص اللي اتيحت للمنتخب الارجنتيني في المباراه 12 فرصة السعوديه هم 2 جونين فرصتين بجونين خلصوا الموضوع وهو المطلوب الاكس جي بقى قمه الكوميديا بصراحه قمه الكوميديا الاهداف المتوقعه على الارجنتين 2.7 يعني رقم كبير جدا في الاكس جي اسلام الرقم ده كبير جدا 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 السعوديه مفيش 0.2 يعني الجونين اللي هم جابوهم مش من يعني مش من فرص فيها اهداف متوقعه يمكن الجون الاول ممكن هو اللي يكون حط له بوينت لا لا لكن الجون الثاني هو خطف الكوره وشاطها من مكان رهيب صعب جدا صعب جدا فهي يعني مش فرصه يعني مش فرصه هدف محقق فهنا دي المهاره الفرديه واللي كريم قال عليه هي فكره الروح لا نيجي بقى يعني طبعا الاستحواذ 66 34 اوكي تعال بقى التمريرات نشوف بقى التمريرات الرقم عامل ازاي التمريرات الاجماليه للمنتخب الارجنتيني في مباراه كابتن اسلام 649 مقابل كام بقى اجمالي 288 للسعوديه 560 تمريره صحيحه مقابل 219 منتخب سعودي يعني تقريبا احنا بنتكلم فيما في اكثر من الضعف اكثر من الضعف اكثر من الضعف محاولات على المرمى 12 محاوله منهم 6 على المرمى مقابل 3-2 للسعوديه العرضيات بنتكلم 12 واعتقد العرضيات السعوديه اقل من كده بشويه والركنيات طبعا 9-2 تسع ركنيات للمنتخب الارجنتيني مقابل 2 ركنيه والتسلل المنتخب السعودي وقع في بساطه التسلل اللي كان واضح ان هي تكتيك من هيرفي رينار 10 مرات وبصراحه ده يديني علامات استفهام كبير قوي على لوتارو مارتينيز لوتارو مارتينيز يا اخي حرام عليك انت جيت في ماتش برشلونه عملت اللي انت عايزه يعني في ماتش برشلونه على اللي عمله لوتارو مارتينيز بصراحه انت زعلت مرتين من مارتينيز فظيع اقسم بالله مش ممكن النهارده تخيل فريق بيلعبه على التسلل ودي بتاعته يعني لوتارو اصلا بيكسر دي بتاعته يكسر يخش بسرعته ويخلص اسرع المهاجمين في اوروبا النهارده وقع في التسلل شوف كم مره يعني بصراحه هي دي الكوره وزي ما كابتن اسلام قال فعلا يعني الكوره فيها كل حاجه وفي كل احوال كره القدم فيها كل شيء الحقيقه وفي النهايه المنتخب السعودي استطاع ان يفوز على المنتخب الارجنتيني الكلام اللي انت بتقوله ده ما تزعلش مني يعني بقى بيلو يشرب ميته ويعني ولا حد هيفتكر ولا حد هيفتكره ولا حد هيبص له ولا حد هيقول حاجه عليه في النهايه النتيجه كام صحيح 2-1 2-1 بقيه الارقام يا جلبان لا احنا ممكن نتكلم بقى بعيدا عن الاحصائيات طبعا كريم احنا صحيح. سايبين كريم عشان الارجنتين لان كريم مستني زي كل الارجنتينيين في العالم كله مستني هو ايه مستني المونديال بتاع ميسي اسمه كريم ميسي ولا ايه مش عارف لا خلي بالك الارجنتين اتغلبت من الكاميرون اعتقد 90 ووصلت المباراه النهائيه بس ما خدتش البطوله بس ولكن كسبت الفريق كان مختلف طبعا 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 لا يعني لا 90 كفايه مارادونا يطلع في المؤتمر الصحفي امبارح بتاع الماتش يقول لك انا في قمه حالتي البدنيه الجيده وعمال يعمل وبتاع فخلي بالك ده وما زال برضو الارجنتين لما تيجي تسال الناس كلها متوقع جدا يا ايمن توصل لا يعني من الفرق المرشحه اكيد للانتخابات المرشحه حقيقي للبطوله حتى في كان في تويتايه كده المشجع لما قال لك ما اسبانيا في 2010 خسرت برضو ماتش الافتتاح وخدت البطوله في النهايه يعني في ناس هتاخدها من مبدا التفاؤل في ناس تاخدها من مبدا التشاؤم ولكن المنتخب السعودي هو التركيز كله عليه دلوقتي طبعا صحيح فكره ان في قطر الحاله اللي العرب عاملينها في قطر طبعا دي ميزه لاول مره ممكن العرب يحس ان هم بيلعبوا كاس عالم على ارضهم
وملعبه، شفنا الملعب مع كل هدف سعودي والحال. يعني انت الارجنتين لما بتروح تلعب كاس عالم في اي حته، لما راحت لعبت كاس عالم في البرازيل كانها بتلعب في ارضها يعني، فما بالك دلوقتي تحسها غريبه الحماس على الجمهور الارجنتيني مش موجود. المنتخب السعودي بنتكلم انه انهى السلسله لعنه 37 بعد ايطاليا، مفيش كل منتخب يجي يقرب للرقم 37 ماتش متتالي فوز، ما بيوصلوش يجي يقف عند رقم معين. فالنهارده المنتخب السعودي انهى السلسله دي للمنتخب الارجنتين. كمان كرقم ان المنتخب السعودي اول منتخب غير اوروبي بيكسب الارجنتين من 1990 لما الكاميرون زي ما حضرتك قلت كده. المنتخب السعودي تاني منتخب اسيوي يكسب منتخب امريكي جنوبي في كاس العالم بعد ما اليابان كسبت كولومبيا في المونديال اللي فات. المنتخب الارجنتيني بيخسر اول مباراه في كاس العالم في ماتش سجل فيه ميسي. وكمان في احصائيات تانية ان لما المنتخب الارجنتيني بيتقدم 1-0 دي برضو من النوادر ان هو يخسر مباراه 2-1. فالنهارده الارقام كلها بتصب لصالح المنتخب الارجنتيني. يمكن في حاجه اللي دي اللي ممكن تخوف المشجع السعودي شويه، او هو حاجه من الاثنين، يا اما ممكن يكون هو ارتضى انه خلاص خد اللقطه بتاع كاس العالم بالفوز على الارجنتين ومش مهم مباراتين المكسيك وبولندا. لكن اللقطات البدنيه اللي عملوها، التركيز، الحاجات الذهنيه، كل الحاجات دي تحسها ان بعد الماتش هم يعني خلصوا يعني. برضه الامانه الموضوع صعب، فهنا دي قوه بقى هيرفي رينار، هل هيقدر في الايام دي ان هو يعد الفريق بتاعه تاني ويرجع يشحنه؟ هو ده اللي احنا كنا هنتكلم فيه بقى، ان هو هيرفي رينار الاول. خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي، ونرجع بقى نشوف رأي أيمن وكريم في هذا المدرب، هل هي بالفعل مدير فني ولا كانت حظوظ، بعد ما نشوف الانفوجراف ونكمل. الحقيقة مدير فني على أعلى مستوى، ولكن في النهاية هل يستطيع هيرفي رينار يا أيمن إن هو بعد 3 أيام؟ أنت عندك، أنا زيك بالظبط شايف إن هم عملوا، المنتخب السعودي عمل كل حاجة في هذه المباراة، هل من الممكن أن يكون هناك قوة تانية أو طاقة تانية تخليه يلعب المباراة القادمة؟ هي دي، هي هل هو يقدر يشحنهم معنويا أن هو يعملوا إنجاز، يحط الشحن بالظبط كده، أن هو النهاردة خلاص أنت ممكن تكسب المكسيك تبقى كواليفايد عديت، صحيح، خصوصا بعد كمان نتيجة المكسيك وبولندا التعادل، فالنهاردة أنت تكسب خلاص يعني عديت، هتستنى تسيب بقى الخناقة للثلاث المنتخبات التانية. فهي دي الفكرة، هل هم هيقدروا؟ منتخب المكسيك كمان لما هيلاعب السعوديه هيلعب معاهم بالفكر بتاع دول اللي كسبوا الارجنتين، فالنهارده السيناريو مختلف. وكمان منتخب المكسيك من المنتخبات المتمرسه في كاس العالم، فلما بيتعادل اول مباراه المباراه الثانيه اكيد الامر هيختلف. هي دي اللقطه. هيرفي رينار لا، ده مدرب كبير، مدرب يعني واحد واخد كاس افريقيا مع زامبيا، خلص منهم راح كوت ديفوار اللي هي كانت بتحاول في كاس الامم، واحنا خدها مع كوت ديفوار، دي كانت عقده بالنسبه لكوت ديفوار كاس الامم في السنين الاخيره. مع المغرب حتى النتائج كانت مميزه جدا واداء قوي، فهو مدرب من المدربين المميزين جدا في يعني في المنطقه بتاعتنا في الشرق الاوسط وافريقيا. زي ما في يعني زي ما بنقول كده احنا هنا في مصر، هيرفي رينار على طول كنا بنفاوضه في الميديا يعني هنجيب هيرفي رينار، لكن في الاخر ضيعناه من ايدينا اكتر من مره. فارق التخطيط وفارق العقل الحقيقه، كل واحد ودماغه او بالزبط. مدرسته. فهي ده التحدي اللي عند هيرفي رينار، والتحدي اللي عند اللعيبه السعوديه يعني. ممكن هيرفي رينار يحاول ويشتغل صح يعني، زي النهارده ما كريم كان بيقول ايه، هو لعب على المغامره، حط التكتيك بتاعه والهاي لاين وغامر بيها. كان ممكن الشوط الاول النهارده لو الثلاث كور دول مش اوف سايد وتلعبوا صح منتخب الارجنتين، الراجل ممكن يخرج الشوط الاول 4-0 مغلوب. فهي صحيح. دي مفارقات الكوره، النهارده انت بتغامر وبتشتغل، ففي توفيق ربنا النهارده، ربنا وفقه في ان هو الحاله بتاعتهم كانت كويسه. فهو ده التحدي اللي قدامه من وجهه نظري. اغلب الوقت في الرياضه عامه مش كوره بس، اللي يغامر يكسب. صحيح طبعا، الامان الحذر زياده على اللزوم هو على اللونج ران بيخسر، وهو ده اللي عمله برضو سكالوني. ونشوف انفوجراف لسكالوني ونرجع نتكلم عن سكالوني المدير الفني للمنتخب الارجنتيني، وهل استطاع ان يدير هذه المباراه، وكيف سيدير المباريات القادمه، بعد ما نشوف الانفوجراف ده. طيب كريم، سكالوني على الجانب الاخر برضو، كيف ادار هذه المباراه، وكيف يستطيع اداره المباريات القادمه؟ انا اول ما شفت التشكيل بتاع المنتخب الارجنتيني وقفت عند مركز وحيد
ربما انا ما فهمتش هو ليه اختار تاجلافيكو في الليفت باك، وطبعا تاجلافيكو هو الليفت باك بتاع نادي ليون على حساب اكونا اللي هو الليفت باك بتاع اشبيليه. واللي متابع اكونا السنه دي واحد من مميزين جدا، يعني اشبيليه ربما يكون عنده بعض المشاكل الكتير، لكن اكونا بالنسبه لي واحد من افضل المدافعين في خط دفاع ارجنتين. صحيح. حتى يعني احنا بنتكلم زي ما قلت على اوتاماندي وحتى ومولينا، لا يعني يكون قوي بدنيا وعنده لياقه، وبصراحه يعني ربما يكون هو من احد الحاجات الكويسه في اشبيليه رغم ان هو بيمر بموسم صعب السنه دي. فهو في اخر هي وجهه نظر، هو اختار، وربما يكون برده هم ربما تهاونوا جدا بالمباراه، لان احنا شفنا مثلا منتخب الارجنتين لما بيلعب ماتش ودي مع الامارات لا الدنيا سهله جدا، ودي ماريا عمال يرقص في 18 وداخل بيرقص 6 ياردات وبيحط جون، فقال لك برده منتخب السعوديه ممكن يكون اقوى شويه بس يبقى نفس الايه؟ نفس السيستم. حتى برضو يعني الخناقه اللي احنا سمعناها ما بين علي بليهي مدافع المنتخب السعودي وميسي، ان ميسي في بدايه المباراه عمال يستهزئ يا جماعه قشطه يعني انتوا ايه تخطفت كوره فرحان بيها، احنا كده هنكسب يعني. فالتاني طبعا اول ما الجون التاني جه راح هوب مديله، شفت طبعا الفيديو على تويتر مديله زقه في ظهره وقال له احنا وريني بقى هتتعادل ازاي، وضغط مش هتقدر مع بعض. فطبعا واضح جدا كان في استهزاء من يعني المنتخب الارجنتيني لم يحترم المنتخب السعودي. انا اشوف يعني اللي جاي اللي جاي طبعا خلاص النهارده الارجنتين في ازمه، بس هي نقطه هم كل كاس عالم في نفس الازمه، يعني نفس الازمه في موجوده وبيصعدوا يعني بيقدروا يعني يمشوا. لكن بكل امانه المنتخب الارجنتيني كابتن اسلام بالشكل ده وخصوصا خط الوسط، احنا بنتكلم على باريدس وديبول. انا بصراحه ديبول كنت متوقع منه اداء يعني ديبول مع اتلتيكو مدريد السنه دي قمه. برضه باريدس نفس الفكره، يوفنتوس مش افضل مستوى له بس هو مقدم بشكل كويس. انما ديبول النهارده بكل امان ما عملش حاجه، ده احنا كنا بنقول ان خط وسط ارجنتين هيتعدل شويه عشان ديبول هيخش فيه، انما ديبول النهارده ولا مش موجود ولا هجوم ولا دفاع، مش ممكن بيحسش كلهم مش موجودين. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للمنتخب السعودي فيما هو قادم، لان وجهه نظري ما هو قادم اصعب كتير جدا طبعًا من هذه المباراه. طيب نروح للمباراه الثانيه، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن مباراه تونس والدنمارك، بعد كده ان شاء الله نستعرض مباريات غدا بعد الفاصل تونس والدنمارك. ايمن السعوديه النهارده انا اسف تونس والدنمارك مباراه برضو حلوه جدا، لما تشوف المباراه المنتخب التونسي ادى مباراه جيده جدا، المنتخب الدنماركي لم يكن سيئا زي ما كان الارجنتين بهذا السوء، لكن في النهايه لم يستطيع المنتخب التونسي ان يفوز على المنتخب الدنماركي على الرغم انه كان الافضل في الشوط الاول على الاقل. لا يعني كان عندهم اكتر من فرصه الشوط الاول المنتخب التونسي ان هو يسجل، بس ما يعني تحس برضو ما بين سوء التوفيق وما بين يجوا برضو في الهجمه كده في الاخر تحس اللعيب يقع، اللي هو يعني انا لحد ما وصلت المرحله دي انا تعبت. لكن المنتخب التونسي اجمالا عمل مباراه كويسه، لان زي ما نقول كده منتخب زي المنتخبات اللي هي بتبقى زي الدنمارك دي اصلا بتبقى منتخبات رخمه على المنتخبات اللي هي الافريقيه والمنتخبات العربيه، لان هم المنتخبات الاوروبيه اللي هي ما بيبقاش عندهم اللعيبه المهاريين والاسامي الكبيره، فهم برضو بيلعبوا اللعب اللي هو المرهق اللي هو اللعب البدني، اللعب بتاع اوروبا اللي هو ممكن نلعبه العرضيات وبعد كده نقلب 4-4-2، ويعني الموضوع بيبقى صعب شويه على المنتخبات العربيه. لكن المنتخب التونسي استفاد طبعا الحاله بتاعه الجمهور زي ما قلنا كده في الملعب. نعم. جمهور قوي موجود كان يقدر ان هو يكسب ويعدي المطب ده، كان هيفرق معاه جامد، لان المجموعه برده مش سهله خصوصا ان فيها فرنسا، فهو لو كان قدر يكسب الدنمارك كنا نقدر نقول بقى عنده حظوظ ان هو يتأهل، لان منتخب استراليا حتى مع الهدف اللي جابوه في اول 10 دقائق في فرنسا هو انا اللي شفته من منتخب استراليا في الملحق اللي صعد بيه كاس عام هم صعدوا كده بالحب، يعني عدوا الامارات فجاه عدوا بيرو فلقوا نفسهم موجودين، لان هم منتخب مش زي النسخ اللي شفناها لمنتخب استراليا قبل كده يعني. فنتمنى ان المنتخب التونسي يقدر، لما هو حظه برضه حلو ان اعتقد هيلاعب فرنسا في الاخر، يعني هو الماتش الجاي عنده استراليا، فلو قدر يكسب استراليا ووصل 4 نقط وفرنسا تكسب الدنمارك وتعدي، وارد نشوف بقى نسخه من تونس زي نسخه السعوديه والارجنتين. طبعا فرنسا مش هتبقى زي الارجنتين في الحاله دي، ولكن ممكن منتخب تونس بالروح بالعزيمه نلاقي منتخب فرنسا نفسه يقول لك احنا مش عايزين صداع عندنا فايه نتعادل نريح
يعني ساعات كده بتلاقي في منتخبات بيصعب عليها المنتخب اللي قدامه. ممكن يلعب بالصف الثاني بتاع وارد الصف الثاني زي الصف الاول حتى بعد بس الاصابات. يعني بس لا يعني في منتخبات يعني ما بنقولش يعني في طبعا حاجات نسخ انا ما بحبش طبعا مش هنقدر نثبت على حد نقول ده فوت وعمل وبتاع بس بنحس ان في تعاطف يعني في منتخبات بتبان ان هو ممكن يلاقي منتخب عايز فهو ما بيدوس يعني ما بيدوس على فانا اتمنى ان لما تونس توصل لمرحله فرنسا منتخب فرنسا ما يبقاش عايز يدوس ويبقى مكتفي ان هو يتعادل يصعد متصدر وياخد معاه منتخب التونسي فهنا اتمنى ان الحاله اللي شفناها النهارده دي نشوف زيها في ماتش تونس ولكن نستغل النقطه بتاعه الفرص ونحولها لاهداف وان شاء الله نشوف علي معلول كده في شويه من المباراه يعني. مكسيكو وبولندا تعادل سلبي ما فيهاش كلام كتير، استراليا وفرنسا وفوز المنتخب الفرنسي على المنتخب الاسترالي 4-1. خلينا نطلع نشوف تقرير عن مباريات غدا وكالعاده اربع مباريات بكره من الساعه 12 لغايه الساعه 11 بالليل، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. المغرب وكرواتيا واكتمال الظهور العربي وألمانيا واليابان وأسبانيا وكوستاريكا وبلجيكا وكندا، أربع مباريات كلها طبعا مباريات هامة ولكن أهم ما يميز هذا اليوم اكتمال الظهور العربي بالمنتخب المغربي بيقابل المنتخب الكرواتي، مباراة صعبة جدا. طبعا أنا في وجهة نظري المنتخب المغربي من أكثر المنتخبات العربية اللي تثق في أدائها في المونديال. المنتخب المغربي ربنا يستر. لا انا في وجهه نظري لا لانه احنا تاريخيا الفتره اللي فاتت خلي بالك واحنا بنتكلم على المنتخب السعودي كلنا قلنا ايه؟ يعني ان شاء الله المنتخب السعودي واحد او اثنين بالكثير ان شاء الله. ايوه لكن ان شاء الله باذن الله باذن الله منتخب مغربي انا اعتقد يعني ده منتخب الكرواتي، منتخب الكرواتي بصراحه بعد 2018 مش هو نفس المنتخب اللي واجه فرنسا في الفاينل وشفناه في اليورو برده ما كانش في افضل حالاته وبرضه في السنوات الاخيره ان اللعيبه كبرت في السن واحنا عارفين اللعيبه بتكبر في السن صعب مستوى المنتخبات بيبقى صعب يعني مودريتش 2022 مش هو مودريتش 2018 مستحيل يعني فان شاء الله يكون منتخب مغربي يعني قادر ان هو مجموعه صعبه بصراحه عنده كرواتيا وبلجيكا والاثنين جامدين جدا رغم طبعا الناس ربما تقيس منتخب بلجيكا بادائه قدامنا لا طبعا في الودي غير الرسمي فان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي على اقل تقدير ما يخسرش بكره نقطه مهمه قدام كرواتيا وطبعا في مساحه انك تكسب كندا وطبعا بقى ربنا يسهلها ان شاء الله قدام بلجيكا ويقدر المنتخب المغربي اللي اشوفه دايما بصراحه من افضل او من اذكى المنتخبات العربيه في التعامل مع مباريات المونديال. حظهم كان وحش في 2018 في المجموعه كانت صعبه وعملوا من مع اسبانيا لا رغم ان عملوا نتائج يعني معهم اسبانيا والبرتغال وحتى خسارتهم قدام ايران هي اللي يعني كانت غريبه وعلى ما اتذكر كانت هدف عكسي كمان يا كريم او حاجه كده فهم حظهم بس يعني المجموعه دي طبعا المنتخبات فيها قويه بس يعني هي اهوى نظريا هي مجموعه اهوى مثلا مجموعه السعوديه اللي هي اهوى مجموعه تونس فهم يعني اهون بكتير من مجموعه قطر يعني لا قصدي يعني مجموعه قطر دي قطر هي المفاجاه لكن فالمغرب عندها فرصه ان هي المره دي تقدر اسامي اللعيبه اللي عندها مع الحاله ان هم لما كان الفتره الاخيره كان في مشاكل كتير حتى خليلوزيتش الوضع كان متوتر وبين اللعيبه وخناقات وخناقات ولاعيبه مستبعده ومشكله زياش مشكله حمد الله مش عارف مين بنو يعني فهم دلوقتي في الحاله عارف الحاله اللي هي بتاعت كابتن حسن شحاته دي اللي هي المدرب الوطني اللي بيجي بيجمع اللعيبه بشكل معين وبيتعامل معاهم فنيا وبدنيا ونفسيا بطريقه فهم حاليا مع ريكراكي ممكن يكونوا في الحاله دي مع صحيح. المجموعه دي ان كرواتيا زي ما كريم قال كده نقدر نقول ان هم حاليا مرحله العواجيز شويه مش افضل حاجه كندا يقدروا في مفاجات بلجيكا حتى لما يوصلوا للاخر ممكن يكونوا حسموا الامر فنتمنى ان احنا نقدر نشوف المنتخب المغربي في الدور الثاني يعني. المانيا واليابان يعني مباراه مش عارف يعني مش عارف اوصفها يعني حتى المنتخب الالماني وجهه نظري لم يعد المنتخب المرعب وجهه نظري ده صحيح يعني المانيا بس المانيا تبقى المانيا يعني ماشي الثقافه كله بيقول لك المانيا تبقى المانيا بس دي بتقعد تتفرج على المنتخب من اصعب تتبسط لا بس هقول لك حاجه يعني المانيا من المنتخبات اللي دايما بتعاني في كاس العالم قدام المنتخبات الاسيويه اوكي يعني في كوريا. مونديال 2000 اللي بعد الاسبوع اعتقد 10 نعم لا مونديال اول لما لعبوا كوريا الجنوبيه 94 لما كان بيلعبوا كوريا الجنوبيه في دور المجموعات متقدمين 2-0 وكوريا الجنوبيه بترجع لا 3-0 وكوريا جابت جونين وكانوا قاب قوسين او ادنى ان هم يجيبوا الثالث
وبعد كده السال المونديال الاخير خسروا وودعوا المونديال على ايد كوريا الجنوبيه اللي ما تاهلتش ساعتها، لكن هي بس رخمت عليهم وخرجتهم. وطبعا المنتخب الياباني بيتكلم نفس العقليه، يعني عقليه اليابان هي نفس عقليه كوريا الجنوبيه، تيم سيستم وتيم عنده تاكتيك معين بيلعب بيه. المانيا طبعا في الاونه الاخيره ومع البعد شويه للاعبين الكبار وحتى برضو وكبر السن، يعني برضو النهارده بنتكلم على مانويل نوير برضو يعني بقى كبير في السن شويه، لكن خط وسط المانيا يبقى ان هو معاه لعيبه كويسه ابرزهم طبعا جوريتسكا اللي بشوفه واحد من افضل لاعبي خط الوسط في العالم في الوقت الحالي. الفريق برضو قادر ان هو يقدر يوصل لادوار يعني متقدمه. واضح في كابتن اسلام المانيا كمان انا بحب فيها اسلوب بيعملوه حلو قوي في البطولات المجمعه، استحاله تلاقي المنتخب الالماني في اول مباريات يلعب فول كاباسيتي او يلعب بالفول باور بتاعته. مفيش منتخب في العالم لا يعني انجلترا النهارده دايسه يعني انجلترا دايسه انجلترا دخلت حتى الان وجهه نظري المنتخب الانجليزي الافضل بمراحل عن اللي بعده. انا متوقع الفاينل عن اللي بعده بالقرعه يعني. حتى فرنسا انا ما اتفرجتش على ماتش فرنسا، لكن المنتخب الانجليزي افضل كتير عن اللي بعده. اللي بعده فرنسا أيوه. مثلا فرنسا بعيد عنه بخطوتين ثلاثه. لا ونقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام ان لازم تبص على القرعه، يعني هو الروتو كاب ماشي ازاي. صحيح يعني، وهقول معلومه هو برضو الناس ممكن ما ناس كده عارفاها، انجلترا طلعت اول فرنسا طلعت اول، يضربوا في بعض دور الثمانيه مش سيمي فاينل بقى ولا فاينل، لا دور الثمانيه وواضح جدا هم يطلعوا اول. يعني بالشكل احنا شفناه ده انجلترا خلاص سهل جدا بقى اول، فرنسا سهل جدا تبقى اول يعني اول هيضرب يعني دور الثمانيه انجلترا فرنسا. وفي وجهه نظر شخصيه بالشكل اللي انا شايف عليه سكواد انجلترا اشوف انجلترا ممكن دفاعيا شويه لما يجي نتكلم مره عن انجلترا هتبقى الامور أكيد. تمام. اسبانيا وكوستاريكا لا اعتقد اسبانيا ابعد بكتير يعني صعب يعني. هو طبعا بس برضو ما المفاجات ما هي زي ما قلنا كده على السعوديه يعني في مفاجاه ممكن تحصل، بس انا ما اقدرش اقول للناس نلعب على المفاجاه لان يعني صعبه يا كابتن اسلام. فهي كوستاريكا في بعيد يعني، بس هو دلوقتي الناس بقت في دماغها المفاجاه اكتر من النورمال. ما هي دي حلاوه كاس العالم. لا لا بس هو في كاس عالم بيمشي زي ما هو زي ما احنا متفقين زي ما احنا شايفين. لو استراليا كسبت لو يعني انت فاهم، لكن انت تعادل تونس والدنمارك برضو خلي بالك مفاجاه. مفاجاه طبعا بس يعني اسبانيا ابعد شويه عن كوستاريكا. نشوف يعني خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي، ولكن اسبانيا سكواد متنوع وقوي. حتى المانيا يعني سريعا المانيا هم ممكن برضو السكواد عندهم لعيبه صغيره شويه دلوقتي مع لعيبه كبير، يعني هم التوليفه الناس كلها بتتكلم ان ممكن على 2026 ده المنتخب اللي ياخدها، لكن منتخب لكن اعتقد اسبانيا كوستاريكا يعني لا انا لا يعني طب لو كلنا كلنا لو هي لو فيها مفاجاه هتبقى صعب قوي، لان حتى كمان متابعتنا لكوستاريكا مش كنت قاعد القعده دي امبارح والله مكتشف الاشبال قال لي امبارح كنت حاضر مكتشف الاشبال. انا كنت قاعد قال لك الارجنتين قال لك السعوديه يعني يا جماعه لا الارجنتين يعني ايه ان شاء الله ربنا يكرم. كنت بسمع الكلام ده امبارح برضه بس على عارف لو قلنا عكس كده الناس ممكن تقول لا طبعا طبعا الصح اللي انت بتقوله. حاله الثلاث غير حاله الاثنين لا 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 خد من يعني خد امان من الاخر طيب اسبانيا واخر مباراه بلجيكا والكندا يا كندا يعني والله منتخب الكندي كنت بشوف له مباريات في تصفيات الليجا الشماليه والجولد كاب، منتخب يعني بيلعب كره حلوه قوي، بيلعبوا كوره حلوه فعلا وتيكي تاكا وبيلدينج بيعملوا جيل جديد عشان السنه الجايه عشان بيلدينج 26 عندهم وبيلعبوا بيلدينج يعني بيلعبوا بوسيشن وبيلعبوا بيلدينج اب من تحت يعني هنشوف ماتش هشوف ماتش حلو. بلجيكا طبعا اكيد عندهم مشاكل كتيره وغياب لوكاكو فعلا عامل ازمه في الخط الامامي بصراحه مهما يا اخي انا كنت بحب هازارد ده قوي بس شوف حالته عامله ازاي. انت عارف انا لسه يعني بشوف كنت بحب هازارد قوي يعني انا عايز اشوفه يعني لسه كنت بفتح اشوفه لعب قد ايه مع ريال مدريد ولا حاجه ارقام هزيله يعني هو هازارد بصراحه هو هازارد يعني هو اللي اختار يعني هو اللي اختار ده المستقبل يعني في اخر هازارد من اللعيبه برضو بصراحه اللي مش جديه تحس برضو في كده حته كده من برضو من جاري سبيل يعني جاري سبيل ده وهو صغير بتتكلم فعلا اسطوره حاجه طالعه يا خبر ابيض يعني رونالدو كان بيغير منه صحيح يعني كريستيانو رونالدو بجلاله قدره في قمه مستواه وبينافس ميسي كان بيغير من جاري سبيل لما جاري سبيل جاب الهدف بتاعك لما كسبته الكاس اللي هو اللي هو جري من بره السبرنت عامله من بره ما علينا ما علينا المهم يعني مش جاري سبيل الرب لا افتكر الحاجات دي حلوه ده مسك شلت
مارتينيز كان عامل كده فهو بصراحه هازارد برضو من اللعيبه اللي ما قدرتش ان هي تكمل، بس هو حتى نفسه اعتقد هازارد مستعجب جدا جدا ان هو متواجد في المونديال والله بجد، لا وفي ريال مدريد لغايه دلوقتي. فالمنتخب البلجيكي طبعا ما زال عنده طبعا لعيبه كويسه، لكن اكبر مشكله خط دفاع، خط دفاع بنتكلم النهارده ألدرفيلد و فيرتونغن، يعني عندهم اثنين فوق 22 سنه وهو بيعمل ثلاثه، يعني مارتينيز بيلعب بالثلاثه في الدفاع ومش بيغيرها، فانك بتحط ثلاثه اللي ورا منهم اثنين فوق 22 سنه، ده معناه ان انت لو لعبت اي منتخب عنده سرعات في الخط الامامي واصلا خط الثلاثه اصلا فيها مساحه فعلا ممتد. وشفنا مثلا لما جبنا الحالات بتاعت ماتش هولندا وبلجيكا في الدوري الامم الاوروبي، حضرتك انا وثابت الماتش هو خلص في بروكس 4-1 لهولندا، شفنا ازاي ديباي كان المنتخب الهولندي بيجر المنتخب البلجيكي مصيره نقطه اللعبه دي، تخطف منه الكوره في نص الملعب وهوب اقلب عليه الهجمه المرتده بسرعات على التلاته اللي ورا، هم اوريدي فرشين وهم بيهاجموا. صحيح. فاعتقد المنتخب الكندي عنده في الخط الامامي برده سرعات، وهنشوف المشروع الكندي ممكن بقى ده اللي يقول لنا ان وارد يبقى فيها مفاجاه، يعني زي ما حضرتك قلت كده كابتن اسلام، هو المشروع بتاع كندا والمدرب نفسه فكره ان هو يتنقل ما بين مدرب كره نسائيه عندهم لمدرب شباب ويطلع على المنتخب الاول، هم يعني ناس بتخطط. يعني الجميل في الحاجات دي انت لما بتشوف يا كابتن اسلام بتشوف تخطيط، يعني انجلترا دي اللي هي في يوم من الايام ناس كانت بتتكلم عامله زي احصائيه زمان قوي، لا في 2014 رئيس الاتحاد بتاعهم قال ان انا هاخد بطوله الامم، هوصل نهائي بطوله الامم الاوروبيه 2020 وهاخد كاس العالم 2022 وحتى بعيدا عن ده ولغايه دلوقتي ماشيين صح، لا والبروجكت بتاعهم اللي هو بتاع الشباب والناشئين والحاجات دي ماشي، والكره النسائيه يعني هم ماشيين في بلان. يعني انا بقول لحضرتك افتكر في مره هم كانوا بيتكلموا في الاعلام ان كانوا قالوا طب ما نغير السيستم بتاع الدوري الانجليزي، ليه عندنا هذا الكم من المحترفين، ما احنا عندنا مشكله واللعيب، فحتى الاحصائيه بتقول ان الجمهور نفسه الانجليزي قال لهم مالكوش دعوه بالانديه، صحيح. عندكم مشكله مع المنتخبات روح حلوها، ما تجيش تبوظ لي متعتي. ما هو انا خلاص بقى ما حد يجي يقول لي انا بقى يا جماعه احنا عندنا خمس محترفين فكتير جدا نقلل، لا. عشان الكواليتي بتاع المنتخب السعودي، المنتخب السعودي 8 بالظبط، فهي مش كده الكواليتي بتاع اللعيبه عامل ازاي، الفكره في التخطيط. النهارده المانيا دي خططت لحد ما خد كاس العالم، بلجيكا هذا المنتخب خطط كام سنه في مدارس وعملوها هناك عشان خاطر يبقى المنتخب البلجيكي ده واحد منتخب المصنف اخر 6-7 سنين هو يا اول يا تاني يا تالت حاجات كده. فانجلترا دي اللي هي اعظم دوري في العالم والكوره وكل حاجه، ازاي بنوا ان هم يوصلوا دلوقتي للمرحله دي؟ صحيح. فيها التخطيط، المغرب بنشوف تون، يعني الناس دي ما فيش حاجه بالصدفه، الصدفه دي اللي احنا خدنا بيها 2006 و2010 و2008 اللي هو جيل، لا اللي هو جيل طلع، لا قصدي ان هو جيل موجود مبنيه، لا بس انا برضه نكون امنا هي كانت مبنيه على جيل، يعني كابتن حسن شحاته ودي كانت فكره الكابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله الصحه رئيس الاتحاد في ذلك الوقت، يجب ان يكون هناك. عايزين نكمل يعني انا مبسوط وسعيد بان الكابتن حازم امام قال ان احنا هنقعد فيتوريا 4 سنين، دي الخطوه الصحيحه بنسقف لها، لكن كل ما كل الخطوات اللي حوالين الموضوع صعبه وخاطئه وغلط، وهو المفروض يعني حتى حازم نفسه مش قاعد 4 سنين، يعني ان هو اللي هو كمان سنتين ولا سنتين ونص، لا بس هو المفروض التارجت اصلا انا من وجهه نظري التارجت بتاع فيتوريا لازم يبقى كاس امم، فعشان يبقى يعني كاس عالم، لان زي ما كلنا عارفين كاس عالم 2026 لو مصر ما صعدتش احنا هنقفل، لا دي ازمه، لا لا دي ازمه بجد والله، يا خبر ابيض دي ازمه، صحيح. لان انت مفيش حد 10 منتخبات 9.5 بالميت، يعني 9.5 مش رسمي بس بالميت 9.5، يعني بنقول ايه يعني اللي هو وانت مغمض كده مصر وما ينفعش 8، احنا لا احنا هندور على الفريق اللي هو 8 و9، لا مين 8 و9؟ برافو عليك يا مصطفى، التارجت لازم التارجت بتاع فيتوريا يبقى كاس الامم، ان هو ياخد كاس الامم، لان مش صعودك لكاس العالم ده مش لا. ونقطه مهمه كابتن اسلام، نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا بقى، الناس النهارده بتشوف كده فعلا منتخب مصر تاني انا بكررها اهو بيملك واحده من اقوى سكوادات منتخب مصر من ساعه كده حسن شحاته، ده اقوى سكواد جنة بكل امانه، مفيش مدير فني منتخب، هيكتور كوبر ما كانش معاه السكواد ده، صحيح. برادلي ما كانش معاه، كابتن حسام بدر ما كانش معاه السكواد ده، بكل امانه اللعيبه النهارده واخد محمد صلاح في افضل نسخه له، واخد تريزيجيه في افضل نسخه له، واخد عمر مرموش واحد جالك من لا شيء، محمد حاليا مصطفى محمد كمان في افضل نسخه مصطفى محمد، وزيزو معاك ولعيبه النادي الاهلي، لا انت معاك سكواد قوي جدا، كل اللي انت محتاجه انك تحط السكواد ده في افضل حاله، عشان بكل امانه النهارده كل مصر، كل مصر لما شفت السعوديه بتكسب الارجنتين احنا يعني فعلا زعلنا، فرحنا طبعا، زعلنا على حالنا، على حالنا زعلنا على نفسنا ان احنا كنا ممكن نبقى، لا وحتى كريم لما شفنا السنغال قدام هولندا برافو عليك، يعني خساره بخطئين، لكن السنغال نفسها قدام هولندا السنغال ما عندهاش كابتن بودراق،
السنغال قالي شوسيه معهوش ديك البدلاء ولعب ماتش. بس هو اللي اخطا بقى، ما تزعلش مني. هو يعني ساعتها بقى برضو لما نيجي نتكلم على المنتخب السنغالي عموما ان شاء الله. مغرب ولا كرواتيا مين اللي يكسب؟ لا انا الصراحه قايل المغرب. المغرب يكسب؟ انا وياك هتجيب مفاجاه من المفاجات. مع المغرب بس انا متوقع المانيا واليابان. انا متوقع تعادل، متوقع فوز المانيا بصعوبه على اليابان. انا لا متوقع فوز المانيا برضو بصعوبه، بس فوز بسهوله لاسبانيا على كوستاريكا. سكور سكور 6-1 اسبانيا وكوستاريكا. 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 ايوه 6-1 لمين؟ لاسبانيا. واسبانيا بيلبس احمر؟ انا بقول 6-1 يعني. طيب ماشي. بلجيكا وكندا. كوستاريكا برضو بتلبس احمر ساعات. لا انا ممكن اديها تعادل. بلجيكا وكندا تعادل؟ ممكن. ما احنا لازم نخاطر برضو. خاطر يا نجم. بيلعب توقعات. بيلعب بريدكشن. بيلعب فانسي. بيلعب بريدكشن فانسي. لا بلجيكا وكندا. بلجيكا اللي حصل فيها منتخب مصر هتطلعه بكره. هتطلعه بكره على كندا. عموما نتمنى يا رب ان احنا نشوف بكره مباريات ممتعه. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا. ميرسي يا كابتن. شكرا جدا. بشكرك جدا ايمن على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.